مرحبا يعطيكم العافية. احنا في ايست ويست ماركت في فانكوفر. ايست ويست ماركت عملوا طريقة جميلة جدا لمحاربة اكياس البلاستيك المستخدمة في كل يوم في كل مكان. عملوا اكياس very special. كنا عارفين مشاكل البلاستيك الموجودة في الـ وتأثيرها على البيئة وعلى الصحة. هاي الاكياس زي ما انتم شايفين هيها عليها شعارات جدا غريبة بتبين انه هذا فيديوز للأدلز، فالناس embarrassing انها تحمل هذه الـ 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 البلاستيك. هشوف واحدة كان اجاب وانا وذن هورجيكم الان واحد من هذه الـ شايفين هون اللي هو دواء بواسير، يعني دواء بواسير. طبعا كاتبين واحدة عليها انها هذا الكيس في افلام اللي انتو عارفين هذا الكبار، فالواحد لما يحمل هذا الكيس بتلاقيه حاس حاله embarrassing يعني هيك هذا. فعملوا هاي الفكرة عشان يخففوا من استخدام كياس البلاستيك. كل الكياس اللي عندهم زي هيك، فكرة رائعة جدا. طبعا كل السوشيال ميديا عم تحكي عنها، وانا اجيت على فانكوفر عشان اعمل فيديو اورجيكم اياها. يعطيهم الف عافية وسلام، وان شاء الله يقدروا كلهم يحاولوا يجيبوا طرق غريبة هيك عشان نخفف استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.